عتاب؟ شو ما في تفضلي؟ شو ما في تفضلي؟ انت بتنومي؟ يا اهلا وسهلا، طمنيني عنك. منيحه. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شو هالزياره الجميله هاي؟ بس الحقيقه ما انا متوقعه هي الزياره. اهلا وسهلا، تفضلي. شو ذكرك فينا؟ ليش انا نسيتك؟ انت دائما بالبال، بس المشكله انت اللي مانك سائل. لا ابدا مو هيك القصه، بس يعني انا قررت ابعد عن حياتك لانه هذا الشيء كان عم يعذبنا نحن الاثنين. قصي، شو عم بتبرر؟ القصه مضت على الرغم من انك جرحتني لما اختفيت فجاه من حياتي وبطلت ترد على اتصالاتي، بس انا بالنسبه لي تجاوزت الموضوع وتقبلت حقيقه انك حبي ومستقبل غيري. انا اسف اني اختفيت من حياتك، بس انا كنت متاكد انك رح تتجاوزي هذا الموضوع. ما بنكر انه انا لهلا بيصعب علي احيانا، لان حدا بظرافتك بصراحه صعب انه يتعوض او يلتقى مثله، بس لا تشوف حالك كثير. ها شو نشربك؟ انا ماني جايه اتضيف، انا جايه لعندك بشغل، بالرغم من اني كنت ناوية اني ما حاكيك بعد ما بعدت عني ورميت كل شي كان حلو بيناتنا، بس شو بدي اعمل؟ مضطرة على صحفي متمكن، وبالحقيقة ما الي غيرك. وانا جاهز، شو مطلوب؟ انت بتعرف انه هلأ حيبلش المهرجان بفرنسا، وانا مشاركة بلجنة التحكيم والتنظيم، وادارة المهرجان وكلتني اني انا اختار الصحفي اللي حيغطي الاخبار ويستلم المكتب الاعلامي العربي. ممتاز، هذا كلام كتير حلو. بالمقابل الإدارة رح تغطي كل تكاليف الرحلة مع الإقامة بالإضافة لمصروف جيب، ومو بس لإلك، إلك وللمرافق اللي حيكون معك إذا بتحب. فشو قلت؟ الحقيقة ما بعرف شو بدي إلك، يعني قول موافق. أنا موافق، أكيد موافق، بس يعني لبكتيني وهيك بدي لك شغله، بس فيني اخذ مرتي يعني اذا ما في ازعاج؟ اكيد ما عندي مانع، بالعكس، وهلا ما راح اطلق وراح بعتبر انه موافقتك نهائيه. طب وين رايحه يعني؟ لسه ما شربنا شيء؟ عادي نشرب بفرنسا. تشاو. نهيتا وأنا غولا بفرنسا؟ أهلين بيبي. أهلين روحي. لا لا، هدول إنهم نقيتهم. هدول بدنا نكبهم بزبالة خلص. ليش؟ لا تقلي لغيتا. لغيت السفرة خلص. يا الله منك يا قصي، لك أنت دائما هيك، لك أنا شو عاملة للربيقة؟ لك ليش ما بتهنيني بشي أنت؟ ما بدك تعرفي ليش لغيتا؟ ليش؟ ليه قصي؟ والله يا قصي إذا ما كان السبب مقنع ليكون آخر يوم بيناتنا. رح أقول لك حبيبتي، لأنه أنا وأنتي رح نسافر 15 يوم على فرنسا. على فرنسا 15 يوم، معي حق ألغيها ولا لا؟ 15 يوم، 7 أيام بطل مهرجان وسبعة أيام سياحة أنا وأنتي. قلبي قلبي ودقاته. عزم تحكي؟ والله عزم. فرنسا. وين الفستان؟ وين الميك اب؟ لا وفوق هذا كله اذا بجيب لك كل طلباتها بتقلي ما جبتي لي هديه؟ طبعا قصي البخيل ما خلاكي. ما بدي، وحياة الرب ماني جايبت لها شي معي. هالقرشين اللي رح يطلعوا لقصي بجيب فيهم اغراض لإلي احسن شي. مين نحي مفات الاهل؟ كنت اكيد رح اسمع شي كلمه. حبيبتي تأكد سفركم أكيد. إيه لكن ماما، لك هاد مهرجان عالمي مو لعبة. طب إمتى مسافرين؟ يعني يومين. الله يصلحك، لك خبريني من قبل، ما قدرت أعمل جردة كاملة لكل شي ناقصني. هلا اللي قدرت أتذكره هدول. خدي أمي، خدي. ماما شو هاد؟ إيه هدول لحالهم بدون ميزانية المهرجان؟
الاستاذ قصي عداكي بالبخل يعني؟ شوفي اختك شو بتجيب لي. رورو حبيبي شو رايك تقومي هلا ننزل على السوق نعمل شوبينج تشتري ثياب جديده لانه مو معقوله يعني تروحي بهالفساتين على المهرجان. حسابي كم عيوني كم روريه حلوه عندي انا. قومي يلا ماما بتروحي معنا السوق؟ لا انا بدي اروح على البيت بس بطلع معكم بتوصلوني على البيت وبتنزلوا انتوا على السوق. اوكي يلا امي قومي البسي ليكي هات الورقه حطيها هي بالشنطة اللي بدك تسافري فيها لا تنسي خدي. ماشي من وصلتي على باريس رح اجيب لك اياهم. الله يرضى عليك يلا امي قومي. الو شلونك ماما؟ شو اخبارك؟ توقف شي قلبي بس حبيت طمنك انه يعني حيبعتوا لي البطاقات وتاكدت السفره الحمد لله. ايه الحمد لله. بعد بكره شو توصيني روحي؟ لك شو ما بدك شي انت لبن العصفور بجيب لك اياه. تقبريني انت المهم حبيبتي ديري بالك على حالك وانا كل يوم بدق وبطمن عليك. امرك روحي. ماشي حبيبتي باي يا عمري باي باي. الأول البيت. هاي بيبي. هاي روحي. هاي وين كنتي؟ كنت أنا وريما بالسوق. مو شايف شو معي غلط؟ شايف ما شاء الله جايب السوق لعندي. بيبي يعني اقل منا بدي اطلع على فرنسا وما اجيب كم قطعه مرتبه حتى بيض لك وشك فيهم. دخيل وشك انا هات لي شوف فرجينا شو جبتي. بعدين شو بيبي انا ما كلفتك بنوب شفت ال 100 الف اللي كنت راسه ده لحتى نسافر فيها هذا اشتريت شو انت يا عم تمزحي؟ لا يا سلام يا سلام يا سلام شوف كثير حلو ارفعي اوه عن جد حلو لسه على لبس بتضيق العقل هلا شوف هاي تسلموا هالإيدين على هاي مولي؟ لا بيبي إليك آه نسواني لك يا بي شفتوا هيك لابس واحدة قريبة إلا هاي وهي نسواني كمان كمان حلوة قول عني مالي من ذوقها وما بعرف نقي تياب كتير روحي بس ممكن أسألك سؤال صغير سؤال حبيب أوكي هلأ أنا وياكي مو اتفقنا أنه نروح على فرنسا سوا؟ مبلغ وأنتي مو قلتي لي انه انا بدي بيض وشك قدام العالم واشتري كل شيء جديد؟ طبعا معقول ما فكرت تجيبي لي غرض بيض وشي فيه قدام العالم؟ ليه يا بيبي؟ ليه عم تحكي؟ لك انا مو بس فكرت، انا نفذت كمان. عم تحكي جد؟ لك طبعا غمض عيونك. عم تحكي جد؟ لك بيبي غمض عيونك. لا تفتح يا ويلي يا ويلي، لا ما حفتح. هلا فتح. لا بيضتي لي وشي روحي شفت شنو انا ما بنساك قصي الساعه 6:30 انت روحي بكير بكير شو 6:30 لسه بكير لك شلون بكير ما بدك تلحق تاخذ اجازه وتجيب البطاقات بلحق يا حبيبي بلحق يلا قوم قوم لك يا عمري خليني انام شوي بس شوي لك ما فيك يلا قوم ليك لا تنسى بدك تجي مشان تساعدني بضب الاغراض والشنطتي ايه ايه اوكي اوكي ما بدك تقومي انتي؟ بلا بلا قايمة حبيبي قايمة قايمة ابو عبدو طالع عندي لهون لوين استاذ؟ لهون اه يلا استاذ حاضر مرني استاذ اسف بعتذر استاذ اسف شو مصير معك؟ ولا شيء استاذ اسف لفين؟ تاخذ هاي الورقه بتروح على الديوان بتسجلها نعم صار بتروح لعند مدير التحرير بتسجلها سجل بترجع لعندي بتسجلها صرت مسجلها كثير استاذ هيك بس ما سجلها ابو عبدو حاضر استاذ فريرا لك لعيونك لعيونك انا استاذ والله لعيونك اسف مهتاب لا مو معقول في الحقيقه مهتاب اسمه مهتاب في الحقيقه اسف مهتاب يعني الانسان يقف حاجز امام اعمالك الجميله والله تفضل الله يخليك شرف يا استاذ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا الله يطعمنا مثل ما طعمك يا استاذ سلام استاذ فريرا استاذ يلا حبيبي يلا سلام سلام الحمد لله شو الاخبار تمام
تمام نشكر الله. شو طمني خلصت اوراقك؟ يعني تقريبا هلا رح تتوقع الاجازه والاغراض ضبيناهم، ما بيان الا تكتات الطياره. كثير منيح. وهي التكت. الحقيقه انا يعني في شيء هيك محيرني. وليش لا تحتار؟ تسألني. هلا انت اخترتيني لاني انا صحفي شاطر ولا في شيء؟ لا اطمن اطمن. ليه قصي؟ بالفترة اللي نحن بعدنا فيها عن بعض، كل واحد فينا شق طريقه المهني للنجاح، وكل واحد فينا حقق اسم بشغله، وانت بالإضافة لهذا الشيء تزوجت، وأنا بهي الفترة تعلمت شغلة كتير مهمة. شو هي؟ لحتى تشتغل صح وتنجح المفروض تخلي أمورك الشخصية بعيدة عن شغلك، ولازم دائما تختار الأفضل. وأنا بصراحة بعد هالنصوص اللي عم بقراها وبعد هالمقالات اللي عم تابعها صار عندي يقين كامل إنك أنت الأفضل. وأنا ما حكون إلا عند حسن ظنك. وأنا متأكدة من هذا الشيء. عموماً بس توصل على المطار استناني لحتى نفوت مع بعض كرمال نحجز مقاعدنا جنب بعض. أوكي؟ أنا وياك نقعد مع بعض ومرتي لحالة وكيف؟ لا 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 ما تاكلها، ما بمزح معك. بس عموماً أنا حابة أعطيك نصيحة يا صديقي. أمريني. بحياتك ما تخبر مرتك عن تاريخك لأنه رح يجيك وجع راس كتير، ونحن بنضلنا أصدقاء. أوكي؟ يلا تشاو. هلا عم تقولي لي هاي المعلومة بعد ما بقيت بطني كله عنك؟ بدنا نقلها تشاو. تشاو. والله حنسافر على فرنسا. كونسي نيكسي ستيبا. هاي مو فرنسية؟ روحي فرنسية. بلا. نسيتي شي؟ زاني شي؟ التيكتات وين؟ معي. ايه خلص اعطيني اياهم. ليه؟ ما احسن خلص. احسن ليه؟ يعني بيضيعوا معي، معك ما بيضيعوا؟ كبيبي صحيح تمرين وزبط لك هي السفرة. ليه قصي لازم نحن نجيب له هدية اياهم من فرنسا؟ دير بالك. ايه حبيبي ما في مشكلة لأنه هي رايحة معنا. مين هي؟ شو كان اسمها؟ مهيتاب. مهيتاب؟ لك مهيتاب هي ما غيرها اللي كانت صار على الدنيا انه في بناتكم علاقة؟ ايه حبيبتي بس انت بتعرفي انه هي بتحبني من طرف واحد، انا ما بحبها، هي مثل اختي، انت بتعرفي انه ما في شيء بيني وبينها. حبك برص انت وياها، وانا ليش طالعه؟ مشان انا اقضيها بالغرفه وهديك السرنوه تضل لزقانه فيك بالمهرجان؟ لا، واخر شيء رح ترجع كمان على نفس الاوتيل تنام. روحي خليني افهمك الموضوع. الرحله عباره عن 15 يوم، 7 ايام حكون انا وياها ملتزمين بالمهرجان، و7 ايام انا وياكي يا عمري. هلا بجوز تجي مره تتعشى معنا تتغدى، بجوز ما بعرف. لا تخلطي الشغل، هذا شغل حبيبي. شغل شو هاد؟ لك ما لقيت لي غير هي الشرشوحة تاخذها معنا؟ لك انا ما بقبل بهذا الحكي منوم، شو هالمسخرة هي؟ اسكت ولا كلمة اسمعني. عمري ان شاء الله فرنسا ما اطلع لها اذا بدي ارجع مطلقة. انا رايحة شهر عسل معك، مو رايحة اشوف شهر العسل تبعك مع هي الخالة والحيوانة. ولا كلمة. خذ خذ حبيبي، خذ انقعهم واشرب ميتهم انت والست مهيتاب تبعك. مهيتاب اسمها. تجوزنا وطلبنا السترة، كان هدفي العيلة والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. تجوزنا وهديت الحكاية أما